أنجزت الفنانة الشابة لونا لوحة جرافية ضخمة على جدران مدرسة في مدينة ريو دي البرازيلية بمساحة نحو 2500 متر مربع. وأنجزت لونا صاحبة 19 عاماً الجدارية الضخمة التي تحمل عنوان حكاية في غضون 45 يوماً، وتنافس للدخول إلى موسوعة جينيس الأرقام القياسية في فئة أكبر لوحة جرافيتي رسمتها امرأة. وفي حفل افتتاح العمل الفني أعرب رئيس بلدية المدينة مارسيلو عن سعادته باللوحة التي لم تكلف البلدية أي مصاريف مالية. أما لونا فقالت أنها لا تحبذ كثيرا شرح أعمالها، لكنها أشارت إلى أنها تهدف من خلال الجدارية إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.